ما عندناش الماء والمرحاضات مكسرين وكل شيء، والحيطان بيطيحوا والتواقي مكسرين. بعد المدرسة من قصر ولاد أحمد، يعني تلميذ ولا تلميذة في عمرها 5 سنوات يعني تقطع مسافة نتاع 3 كيلومترات، يعني 4 مرات، يعني 4 مرات، يعني 12 كيلومتر يعني في اليوم. بالرغم من اللقاءات، بالرغم من اللقاءات شفوية وكتابية يعني مع السلطات المحلية، لكن للأسف ما حتى حاجة. لكن ربما الصورة اللي نشوفوها تغني على كل شيء. ربما تدخل المؤسسة ما تلقى حتى حاجة اللي تأثر ولا تبين، على أساس أن أنا اليوم أنا في دخول جديد. تصور أنت مدرسة ابتدائية ما فيهاش مياه، ما نقول الصالحة للشرب، ما فيهاش مياه منعدمة. أضف إلى ذلك أن نتكلم على فصل حار، عندنا المكيفات والمراوح راهي مدة عامين هذه وهي عبارة عن ديكور، فهمت؟ اتصلنا بالبلدية، اتصلنا بالجهات الوصية لعل وعسى يجدون حل، ولكن للأسف دائما المشكل يتكرر هذا العام، العام الماضي والعام هذا.